السلام عليكم، اهلا وسهلا بكل الاعزاء في لقاء جديد بنتكلم على هاو تو ديزاين ا بروشور. احنا بنتكلم في سلسله جديده من الجزء بقى الكبير او الامبريلا اللي احنا شغالين من خلالها، اللي هي اجايد فور برودكت مانجرز اند ماركتيرز. اتكلمنا السيشن اللي فاتت عن اكتر من نقطه تكنيكال مهمه، والنهارده هاخدكم على التفاصيل بقى الداخليه جوه البروشور. طبعا بدعو حضراتكم في البدايه لمتابعه كل التوبكس اللي تم تقديمها، في نفس الوقت اللينكات من خلال بقى قنوات اليوتيوب او بلاستوما ان كلستوما. يشرفني متابعه حضراتكم لكل جديد. طيب ايه اللي احنا اتكلمنا فيه بقى المره اللي فاتت؟ احنا اتكلمنا على البروشور اتريبيوتس، السيمز، البروشور بارتس، المين ستيبس في البروديوسنج البروشور، والبروشور ديزايننج ايجنسي. النهارده هنتكلم على الصفحات الداخليه زي ما قلت لحضراتكم، او يعني الصفحات اللي بتكون البروشور. بنتكلم على الفرونت بيج، السلوجان، الانترنال بيجز، اللاست بيج، والريفرنس ازاي تكتب. وتوبيك تانية ان شاء الله هنتعلمها خلال مجموعه السيشن اللي جايه، سواء الثالثه والرابعه والخامسه. هنتكلم على سورس اوف داتا خلال ان شاء الله السيشن اللي جايه، وهنتكلم على التكنيكال بوينت الخاصه بالبروشور في السيشن الرابعة، والخامسة إن شاء الله هيكون عندنا بعض الإكزامبلز والمودلز اللي عايز إن شاء الله أوريها لحضراتكم عن بروشورات حقيقية، بالإضافة لإيثيكال إيشوز إن شاء الله برضو هنناقشها خلال الحلقة الخامسة. بالنسبة للصفحات، واحدة يمكن من الأسئلة اللي بتواجه أي برودكت مانجر، أنت هتعمل البروشور كام صفحة؟ في الحقيقة السؤال ده من الأسئلة طبعا المهمة، لأن عدد الصفحات هنا بيعكس تقل المنتج والداتا المتاحه عنه، وهل المنتج مثلا في مرحله اللونش. خد بال حضرتك لما بيكون المنتج في مرحله اللونش، فانا ممكن افكر ان انا اعمل عدد كبير من الصفحات، وخصوصا زي ما قلت لكم لو عندي داتا مختلفه وجديده وابديتد، لو بتكلم على كونسبت جديد. فأنا بالنسبة لي لو هعمل البروشور سواء 4 صفحات، 6 صفحات، 8 صفحات، فهنا في بعض الفاكتورز لازم أخد بالي منها. إيه مثلا؟ هنا بيقول لنا according للبراند فيتشرز، الـ available recent data، الـ complexity، الـ objectives من العمل البروشور نفسه. الـ standard comprehensive brochure، واخد بال حضرتك إحنا بنتكلم على ال4 صفحات، ده يمكن المعتاد في الماركت بتاعنا في مصر أو حتى في الجلف. في عندنا كمان الاوكيجنال بروشور، يعني ايفنت معين او سيزوناليتي معينه، انديكيشن مختلف خارج عن السياق المعتاد للمنتج بتاعي، انا ممكن اعمل اوكيجنال بروشور، بمعنى ان هو مرتبط بفتره معينه او وقت معين او حتى تجديد وتغيير. برضو الفلاير زي ما قلت لحضراتكم، ده بالنسبه لي انا تول اقدر ان انا يعني استعمله، والفلاير يمكن غالبا بيكون هو صفحة واحدة بس، هو ده المقصود بالفلاير، ورقة واحدة فيها وش وظهر. لو عندي المنتج محتاج الكثير من الديتيلز، تفاصيل كتيرة او عدد كبير من الانديكيشن اللي ممكن استعمل فيها المنتج، يبقى انا اقدر اوسع عدد الصفحات. لو في حاجة فيها ديبيت، لو في كومباريزون كتير مع عدد كبير من السيرابيوتيك كاتيجوري الاخرى او المنتجات الاخرى، ده بيخليني برضو الجا ان انا ازود عدد الصفحات. لو في كونسبت جديد زي ما قلت لحضراتكم، منتج جديد انا نازل بيه، وموليكيول جديد او جديد على الماركت اللي انا فيه، فده ممكن يحتاج مني برضو عدد اكبر من الورقات بالنسبه لتصميم البروشور. في عندنا كمان بقى الفلاير العادي اللي هو يعني يمكن ضربت مثلا لحضراتكم المره اللي فاتت عن عدم توافر داتا مثلا تقيله او قويه او ابديتد في موضوع معين. انا شغال مثلا على سبلمنت معين، فيتامين، نوع من انواع الفيتامين اللي الداتا فيه محدوده واللي الدكاتره عارفه الايه الاوت لاينز الاساسيه بتاعته. فانا هنا ممكن اكتفي بفلاير بسيط لو انا بالفعل ما عنديش حاجه ريلايبل مثلا كلينيكال ترايل اقدر اعتمد عليها، فانا بحط النقاط الاساسيه للبريفلنس مثلا في الشورتج بتاعه، او يعني ان في ناس بتعاني من بعض السفشنسي او يعني الديفيشنسي من تواجد مثلا السبلمنت ده او الاليمنت دوت في الجسم. فانا بقول لحضرتك ممكن ان انا ايه اعمل فلاير بسيط جدا جدا يتناسب مع الاوبجكتيف بتاعي، او منتج جميته نازل بقاله فتره طويله وانا نازل بنفس المنتج وما عنديش اضافات كتير، فانا برضو ممكن اروح لحته الفلاير.
يبقى مره تانية لو انا عندي كونسبت جديد، لو عندي انا حاجه مختلفه، انديكيشن، حاجه ليها علاقه بمناسبه او ايفنت او اوكيجنال بروشور مثلا في بدايه الصيف، في بدايه الشتاء، في رمضان، لو انا عندي المنتج اكتر من انديكيشن انا ممكن استعمله، لو عندي ديبيت وكومباريزون كتير مع يعني مولكيولز اخرى في الماركت، يبقى ده بيخليني اروح لايه؟ اروح للعدد الاكبر من البروشور. انما في العادي بقى بتكلم على العادي النورمال، انا بتكلم على ستاندر اللي هو اللي بنسميه ايه، A4 او A3، هو في الحقيقه A3 لكن بيكون متني، يعني اللي هو بيكون اربع اوجه، ها، صفحه مقدمه اللي هي الفرونت بيج، وعندي صفحتين داخليتين، وعندي الصفحه الاخيره. ده اللي هو الستاندرد او النورمال اللي اكتر يمكن من 80 90% من البروشورات اللي موجوده اوريدي لمعظم الشركات في الماركت المصري او في الماركت الخليجي بيكون ماشي بنفس الستايل. طيب بالنسبه بقى للصفحه الاولانيه، مهم جدا بقى نركز الفرونت بيج، ايه العناصر اللي لازم تكون موجوده في الفرونت بيج؟ برضو اللي اصطلح عليها يمكن معظم الايه الاراء، يعني احنا بنتكلم هنا على اسم البراند والاكتيف انجريدينت من تحتيها مكتوبه بخط ازرق، يبقى انا عندي الاسم البراند، ثم من تحتيها بكتب اسم الماده الفعاله كونسنتريشن، بيبقى فيه فوتو صوره، والصوره دي بيكون ليها مسج معينه او متعلقه بتوصيل رساله معينه سواء دايركت او ان دايركت، وبيكون عندي كمان في الصفحه الاولانيه او الفرونت بيج بيكون عندي سلوجان انا اخترته، جمله معينه بتوحي باستعمالات المنتج او البوزيشننج اللي عايز ازرعه في ذهن العميل، بالاضافه للكمباني لوجو، واحيانا يمكن استحط اللوجو في الاخر الصفحه الاخيره، لكن يمكن الصفحه الاخيره بتبقى زحمه قوي، فانا بفضل يمكن ان بحط اللوجو في الصفحه الاولانيه. طيب يبقى مره ثانيه الفرونت بيج عندي اسم البراند، تحتيه اسم الاكتيف انجريدينت، وبعد كده صورة بتاخد معظم الصفحة ومعمولة بشكل فني جميل، ثم بعد كده عندي السلوجان جملة، ثم بعد كده الكمباني لوجو. السلوجان طبعا هنا يفضل قدر الإمكان ان هو تبقى يعني زي ما قلت لحضرتك موحية، تبقاش طويلة قوي، يعني لا يفضل ان انا اكتبها على مثلا سطرين، لا هي سطر واحد مكونة نفترض مثلا من خمس ست سبع كلمات افكر فيها كويس قوي، وهضرب لحضرتك ممكن بعض الامثله في جزئيه السلوجان ممكن حضرتك تستعين بيها بالاضافه لقرايتك، يعني اعمل سيرش ودور. النهارده ما شاء الله بقى متاح على الانترنت كل حاجه، ادخل كده واكتب مثلا سلوجان، اكتب يعني صوره او بروشور او فلاير فارماسيوتيكال مثلا بروشور او مش عارف ايه، بالاضافه للمصادر اللي انا هقول لحضراتكم عليها ان شاء الله هتساعدكم بشكل كبير، فالموضوع متاح، متاح بشكل كويس قوي. على سبيل المثال عندنا واحدة يمكن من الحاجات اللي أنا بعتمد عليها اعتماد كبير في إن أنا أقرأ أفكار أو أعرف أفكار، أتعرف على أفكار جديدة. عندنا Ads of the World، adsoftheworld.com، واحدة من أفضل المواقع في كل بقى ما يتعلق بالأدز عموما. يعني أنت هتلاقي على الموقع دوت، ادخل كده عليه واستمتع، هتلاقي فيه سواء حاجات أنيميتد أو شورت فيديوز أو بروشورات وفلايرات، أفكار يعني لا حصر لها. والجميل في الـ في الـ في الويب سايت دوت Ads of the World إن هو حضرتك بيديك مقسمها سيكتورز، يعني قول مثلا إيه أنت عايز تدور في مجال الفارماسيوتيكال زي ما أنا بعمل مثلا يعني، إنما أنت هتلاقي في تقريبا في كل المجالات، ادخل كده ودور وشوف، هتلاقي عدد كبير جدا جدا من السيكتورز اللي حضرتك ممكن تدور فيها على مجموعه الادز او الاعلانات، سواء بقى انيميتد او فيديوهات او بوسترز او بيلبورد. بقاله سنين ما شاء الله زي ما قلت لحضرتك السايت دوت، وفعلا عامل شغل هايل جدا جدا، فادخل عليه واستمتع بكميه الافكار، هيقسمها لك زي ما قلت لحضرتك سواء بالكاتيجوري الخاص بالفيلد او السكوب بتاع الشغل، انا زي ما اتحرك بختار غالبا الفارماسيوتيكال لكن هو متاح، وفي نفس الوقت بتختار كمان البلد، يعني انا ممكن اختار مثلا الفارماسيوتيكال فيلد في الولايات المتحده، الفارماسيوتيكال في السعوديه، الفارماسيوتيكال في مصر، الفارماسيوتيكال في بولندا، اي مكان بقى. فزي ما قلت لحضرتك ميزته في جزئيه الكاستمايزيشن او السيجمنتيشن بتاعته كاتيجورايزد بشكل جميل جدا جدا، فبيديك فكره هايله عن الداتا اللي موجوده.
في عندنا كمان بيهانس. بيهانس انا ممكن اختار منه برضو افكار كتير. ناس شغالين في التصميم وبيقدموا زي ما قلت لحضرتك افكار متعدده بقى، وفرونت بيج يمكن فوتو اقدر ان انا اخدها، حاجات موحيه. وانا يمكن ما بحبش ان الواحد ياخد الحاجه دايركت، انا بحب ان انا اخد جوله اتعرف كده على الجديد في ادز اوف ذا وورلد او في بيهانس، واشوف طبعا برضو المنتج بتاعي. نقطه مهمه جدا ان انا ابتدي اكتب الكلمات الاساسيه في المنتج. يعني انا بتكلم على مثلا افترض افيكاسي، عايز ادور على سيفتي، بدور على باور، بتكلم على افوردابيليتي مثلا. فابتدي بقول لحضرتك الكلمات المحيه من المنتج بتاعي اللي انا عايز ادور عليها، حته التراست على سبيل المثال. فانا بدور على زي ما قلت لحضرتك الكلمات وابتدي اكتبها كده واحده ورا الثانيه، والفكره بتجيب فكره. انت هنا بتحط نفسك في كده محور انك بتشوف الموضوع بصوره بانوراميه. انا كاتب الفاظ ترمينولوجي معينه ريليتد للمنتج، بصور بشوف بعض الصور سواء من خلال ادز اوف ذا وورلد او من خلال بيهانس، افضل اقلب واشوف حاجات جديده واشوف حاجات قديمه واشوف مختلف الناس اللي هم المصممين يعني باعمالهم المختلفه. افضل الف كده واخد بال حضرتك، ممكن اضيع لي في الموضوع مثلا ساعتين ثلاثه بدور في ادز اوف ذا وورلد وبدور في بيهانس واكتب الكلمات زي ما قلت لحضرتك او الترمينولوجي اللي هي متعلقه بالمنتج. لازم هتطلع بافكار، وكمان لما بتتناقش مع الاخرين، تتناقش مع زمايلك في مجال الماركتنج، زمايلك في مجال السيلز، الدكاتره في اثناء الدبل فيزيت، كل دي بقول لحضرتك بتبقى حاجات موحيه. بتلاقي نفسك اوبا ده انا طلعت بفكره او اتنين او ثلاثه. وبرضه دي يمكن نقطه مهمه. هل انا اكتفي بفكره واحده بس؟ لا، الصح ان انا اطلع بفكرتين ثلاثه للفرونت بيج بالنسبه للبروشور وابتدي اقيم ما بينهم. وفي نفس الوقت انا لما بعمل بريف عشان اقدمه للراجل الديزاينر او للايجنسي اللي بتعامل معاها، بقول له برضه طلع لي افكار في الحته دي. يعني انا طلعت مثلا بصوره او بايمج معينه او اتنين تلاته، واخد بال حضرتك، ببعتها للراجل الديزاينر، هو نفسه بيبتدي يطلع لك افكار ممكن كانت بعيد عنك، بعض الصور اللي عنده، بعض يعني الافكار المحيه، او ربط صورتين ببعض او فكرتين ببعض. فانت بقول لحضرتك في الاخر بتطلع بمجموعه من الافكار اللي تختار من خلالهم الانسب للبرودكت بتاعك والاوبجيكتيف اللي عايز تعمله من البروشور والصوره المحيه، البوزيشننج اللي انت عايز تخلي المنتج فيه. ادي ادز اوف ذا وورلد زي ما قلت لحضرتك، هنا بيديك ميزه السيرش ان انا بختار السكوب بتاعي او الفيلد. انا هنا بختار مثلا فارماسيوتيكال، بختار الميديوم، ادي هنا الاندستري، الريجون، انا عايز اختار ايه؟ عايز اختار زي ما قلت لحضرتك في الولايات المتحده، في اوروبا، في المانيا، في مصر، في السعوديه. تختار الكانتري احيانا، بتختار الكوليكشن، هل انت عايز حاجه انيميتد ولا عايز شورت فيديو ولا عايز بالبورد ولا عايز حاجه بوستر وبروشورات وفلايرات. فهنا زي ما قلت لحضرتك ده عباره عن ستوك رهيب مليان بعدد كبير جدا من الافكار ادز اوف ذا وورلد. فانا بنصح اي حد ماركتير سواء في المجال بتاع الفارماسيوتيكال او غيره ان هو يدخل ويستمتع بالافكار الموحيه في السايت الجميل. كمان من الاماكن اللي انا بنصح بيها في اختيار بقى الصوره الفاينل ان انا ادخل على شاتر ستوك. شاتر ستوك ده وغيره طبعا من مواقع الصور هو بيديك حاجه هاي ريزوليوشن. انت بتشتري الصور منه، يعني انت بتدخل وبرده بتكتب زي ما حضرتك شايف كده هنا، بتكتب الكي وورد بتاعتك. والله انا عايز حاجه مثلا في الافيكاسي، عايز حاجه فارماسيوتيكال، عايز حاجه في السيفتي، كومباريزون، مش عارف، بتتكلم على مثلا زي ما اتكلمنا من شويه على جزئيه مثلا التراست، بتتكلم على عايز مثلا صور لمجموعه من الشباب، عايز لمجموعه من التين ايجرز، عايز مجموعه لكبار السن، عايز صوره لعيله مثلا من المصريين او الخليجيين او اي مكان. بيدي لحضرتك عشرات الصور في الكي وورد اللي انت كاتبها
بتختار الانسب وبتستقر على الصوره وبتشتريها برضو من خلال الايجنسي او من خلال شركتك عادي جدا، وبتديها بقى للايجنسي عشان يشتغل بيها. فزي ما قلت لحضرتك هنا شاتر ستوك من الحاجات الهايله في مجال الصور، وفي طبعا مواقع تانية لكن انا بصراحه يعني بستريح لي والفرايتي اللي هو بيديها لي. طيب بالنسبه بقى للسلوجان، اختيار السلوجان زي ما قلت لحضرتك هنا انا بتكلم على ايه؟ بتكلم على اربع خمس ست سبع كلمات بالكتير بتكون محايه وبتديني الفكره للبوزيشننج او المسج اللي عايز اقدمها للبراند بتاعي. هنا بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا رايت اول ريليتد بوزيتيف وورد فور يور براند، ثينك هاو تو كونكت ذا بيست توجذر. انا زي ما قلت لحضرتك بختار افضل الكلمات المتعلقه بالمنتج بتاعي. واخد في الموضوع ده يومين ثلاثة أربعة، تلاقي كده وانت معرفش بتاكل طلعت لك كده ايه كلمة معينة شايف ان هي محية، ابتدي احطها في الصندوق بتاعي اللي انا عايز اطلع منه افضل تركيبة للسلوجن. على سبيل المثال انا مجمع لحضراتكم مجموعة من التراكيب هنا، يعني السلوجن ممكن اخد منها على سبيل المثال: experience is a difference, hope for better tomorrow, always worth the pain, there is no substitute, مفيش بديل, a true devotion to healing, achieve your goals together, in love with life, fitness for your mind, a commitment to community, a passion for healing, the right choice for my patient, advanced approach, trust care, because my patient life matters, bringing the future of. حاجات كتيرة جدا جدا زي ما حضرتك شايف: care you can believe in, motivation for the good life, a passion for putting patient first, miracles for hope, the name you trust, knowledge makes all the difference, the passion to lead, a solution for a change, a legacy for excellence, broaden your catch, the fastest and the most sustainable, a convenient adherence to مش عارف ايه, the flexibility of كذا. فدي مجرد كلمات زي ما قلت لحضرتك كده ايه يعني ممكن تساعدني في ان انا اختار افضل سلوجان للمنتج، لكن الموضوع هنا زي ما قلت لحضرتك يحتاج تفكير وتفكير عميق. مره ثانيه استخرج الكلمات، فاكر بيقول لك استخرج الكلمات زمان في الامتحان، فهنا اعمل فلتريشن لاهم الكلمات اللي هي ريليتد للمنتج بتاع حضرتك والمسج اللي انت عايز توصلها والكونسبت اللي انت عايز تزرعه في العقليه بتاعه العميل. اختار الكلمات وابتدي بقول لحضرتك ايه، جرب مره واثنين التراكيب المختلفه، اختار بعض الكلمات القويه طبعا. ويمكن اتعلمنا برضو في جزئيه السلوجن ان انا اختار الكلمات الايجابيه، يعني ما اروحش الحاجات اللي فيها السلبيات او الانسحاب او ما شابه، لا انا بروح للكلمات زي ما قلت لحضرتك اللي هي الايجابيه اللي توحي بالايه؟ بالقوه او بالتراست او ما شابه. فخلي بالك وانت ايه بتعمل التركيبه، السلوجان فعلا من الحاجات اللي محتاجه تفكير طويل، وبرضه اعمل لنفسك بديل او اثنين او ثلاثه. يعني ما اكتفيش بواحد، لا انا بعمل اثنين او ثلاثه وبختار الافضل منهم، او ان انا حتى اوصل لي تركيبه من اثنين منهم مثلا يعني. وبرضه هنا ادي فرصه زي ما قلت لحضرتك للعين، الناس اللي بتساعد حضرتك اللي حواليك، قسم الماركتنج او في زمايلك في السيلز او غيره، او حتى الفيزيشن اللي احنا ممكن نعرض عليهم البروتوتايب، ان احنا نختار مع بعض افضل الكلمات اللي هي ايه؟ انسبايرنج بالنسبه للمستحضر. طب بالنسبه بقى للصفحات الداخليه، ودي حاجات مهمه جدا، احنا يمكن متعودين الصفحات الداخليه بتحتوي بقى على ايه؟ الكونتنت اللي الميديكال ريب بيقوله للدكتور، واختيار الـ يعني البريوريتي في التقديم الكلينيكال ترايل او الحاجات الكونتنت اللي عايز يعني ايه يبقى مشمول بالداخل. طيب هنا زي ما قلت لحضرتك انا بحكي ستوري، كل ما كان البروشور ماشي على ستايل روايه ستوري جميله كده من اول السلوجان والفكره اللي في الصفحه الاولانيه، مرورا بالصفحات الداخليه الثانيه والثالثه، مرورا باللاست بيج، لما زي ما تحرك لما بيمشي في شكل سيكونس كده متراكب، ها كونسيستنسي، قصه بتحكيها عن المنتج من اول المسج او الايحاء
بالسلوجان والصوره المحيه، ثم بعد كده بتبتدي بالامور بالنسبه لك المهمه. انت عندك الافيكاسي، عندك كومباريزون للافيكاسي، عندك السيفتي، عندك الجايد لاينز، عندك البريفلنس، الميكانيزم اوف اكشن، حاجات كتيره انت ممكن تتكلم فيها عن الدواء. يمكن احنا ذكرناها في السيشن اللي فاتت، حضرتك ممكن ترجع لها، هي البارتس او الاجزاء سواء التراديشنال او الكاستمايزد. السلايد دي كانت مهمه على فكره، واعملها يمكن انا كانت باللون كده البربل الغامق شويه عشان مهمه جدا. فبقول لحضرتك لازم تمشي بالقصه او بالروايه او بالستوري الجميله ديت، ان انا ابتدي بالامور اللي بالفعل عايز الميديكال ريب بتاعي يعني يبتدي بيها قدام الفيزيشن. فمره تانية انت عندك ممكن يبقى في كلينيكال ترايل عن الافيكاسي للبرودكت نفسه، ممكن تبقى في كلينيكال ترايل تانية عن الكومباريزون في الافيكاسي ما بين المولكيول بتاع حضرتك والكومبيتيتور، ممكن يبقى في حاجات مرتبطه بالسيفتي، لكن دايما بفضل ان السيفتي تبقى متاخره شويه، لان احنا بندور على الافيكاسي رقم واحد. انا بتكلم هيك هنا على الشغل بقى الواقعي يعني، ما عدا طبعا في بعض الامور اللي فيها ديبيت وبعض الادويه اللي ممكن يكون ليها يعني تاثير بالفعل هارمفول بشكل سيجنيفيكانت على مثلا الكارديوفاسكولار سيستم او على الرينال او على الهيباتيك. عندنا كمان جزئيه الجايد لاين مهمه جدا، لو في جايد لاين جديده او حاجه ابديتد يبقى برضه ليها تتحط في الصداره كده في الوش، زي ما اتفقنا البريفلنس او غيرها من الامور المهمه جدا لازم تتحط في البروشور. خلي بالك برضو من الكالرز، الالوان لازم تكون قريبه نسبيا من المنتج، الفونت الخطوط ما تبقاش الكلمات والخطوط وطريقه الكتابه غير مريحه للعين، ما يبقاش الكلام لا صغير قوي ولا كبير قوي، الاثنين غلط. فانت محتاج انك تثبت حاجه تبقى مريحه، ونوع الخط نفسه يبقى مريح. زي ما اتفقنا قبل كده برضو اتكلمنا على ان الكلينيكال ترايل يكون تحتيها مش كلام كتير، بلاش الكلام اللي هو يعني المقاله دوت، لا المقاله دي ما تنفعش في البروشور، انا محتاج يبقى في جراف، يبقى في صوره معينه، يبقى في صور اشخاص مثلا او اورجان مثلا في جسم الانسان، وتحتيها زي ما قلت لحضرتك بتتكلم ايه، يا دوبك جملتين ثلاثه اربعه بالكتير قوي اي مكان كلينيكال ترايل او غيرها. فانت هنا بتحط اهم الحاجات اللي محتاجه بالفعل يعني تضيف معلومه زياده. الكوردينيشن زي ما قلت لحضرتك، التنسيق، الهارموني، الانتر كونكشن، الربط ما بين الامور اللي موجوده بعضها، ما ينفعش ده يبقى مش من اليمين وده من الشمال وكلام كده كله مش ماشي مع بعضه، لا زي ما قلت لك قصه الربط والكونسيستنسي والروايه اللي ماشيه كده بشكل سموس، تحس ان ما فيش ايه حاجه كده غريبه داخله في الموضوع، لا انا هنا اتكلمت كفرونت بيجي مثلا على مسج معينه، وبعد كده داخل بتكلم على فيكس بتاعت الدواء، ثم بتكلم على الكومباريزون ما بينه وما بين المنتجات الثانيه، ثم جايد لاين في المنتج الجديد، ثم جزئيه مثلا السيفتي. يبقى انت ماشي كده ايه واحده واحده مع الكاستمر بتاعك، بتوضح له الميزه في المنتج اللي حضرتك بتقدمه، وفي نفس الوقت ما يبقاش الموضوع صعب على الميديكال ريب. برضو في ناس بتحشر عدد كبير جدا من الكلينيكال ترايل، ده مش صح، المفروض ان عدد الكلينيكال ترايل يعني الصفحات بالكتير قوي تبقى في كل صفحه بالكتير اتنين مثلا، يعني لو الموضوع ما يستاهلش يبقى ممكن واحده بس عشان الجرافات تبقى واضحه والكلمات تبقى واضحه والصور اللي انت عايز تضيفها. فالكلينيكال ترايل زي ما قلت لحضرتك واحده او اتنين في كل صفحه، ما تزودش عن كده. الكومنتس نفسها والخطوط بتاعه الكتابه ما تزيدش عن زي ما قلت لحضرتك من سطرين الى اربعه مثلا قدر الامكان، وخلي بالك من راحه العين بتاعه الشخص اللي هو اللي احنا بنترجته بالبروشور، الدكتور، الفيزيشن، الصيدلي، وفي نفس الوقت الشخص اللي هو هيقدم الرساله دي الميديكال ريب لازم يكون اوير بالمسج، وان هو الكلمات تبقى زي ما اتفقنا سهله قدر الامكان سيمبل، ادربه على الترمينولوجي ازاي يقوله بشكل مظبوط، كل دي حاجات هتؤدي الى نجاح طبعا البروشور والغرض بتاعه. الكلينيكال ترايل عملت لحضراتكم انا يعني كورس كامل عن انواعها، فلازم اخلي بالي ان الكلينيكال ترايل قدر الامكان لازم اعمل اولا سيرش عنها كويس قوي، اتعب في موضوع الريسيرش، ادور على الداتا وهعلم يعني الزملاء ممكن يكونوا جداد ازاي ندور على الداتا بشكل مظبوط. فهنا الكلينيكال ترايل احنا عندنا لازم اخلي بالي من الكواليتي اوف ايفيدنس، كل ما كانت الكلينيكال ترايل فيها عدد بارتيسيبنت مثلا اكبر، اتنشرت في وقت احدث نسبيا. طبعا احنا برضو بنتكلم على ان امريكا واوروبا
واخد بال حضرتك؟ طبعا ما زالوا هم الرائدين في المجال الطبي، فلما بتكون الكلينيكال ترايل في واحده من الاسامي الكبيره معموله في مثلا تبع شركه من الشركات الكبرى المالتي ناشونال، او تبع مستشفى من المستشفيات الكبيره، كليفلاند مثلا ولا مايو كلينيك او حاجه زي كده ريليتد للموضوع دوت، او كلينيكال ترايل كبيره في مجال الكارديو فاسكولار عدد كبير من البارتيسيبنت داخلين فيها ومشتركه فيها اكتر من مؤسسه، او تبع بروتوكول علاجي معين، او تبع اسوسيشن من الحاجات المشهوره مثلا ان سي سي ان مثلا في الاونكولوجي، او يعني الاسبن مثلا في النيوتريشن، الاسامي بقى المعروفه الثقيله دي، ده بيدي طبعا ايه، بيدي مصداقيه اكتر للكلينيكال ترايل افضل من حاجه غير معلومه المصدر وداخل فيها معرفش بقى 25 ولا 30 ولا 50 مثلا بارتيسيبنت مرضى، وما بتفهمش معموله في بلد من البلدان اللي مش مشهوره قوي في المجال الطبي، فطبعا ده بيقلل من المصداقيه بتاعتها. يبقى احنا اتفقنا ان الكلينيكال ترايل لازم تكون الكواليتي اوف ايفيدنس بتاعتها عاليه، النمبر اوف بارتيسيبنت كل ما كان اكتر كل ما يكون افضل بالتاكيد، يعني لما تكون فيها الافات غير لما تكون مئات، غير لما يكون فيها عشرات يفرق كتير جدا. ريسنت كل زي يعني زي ما قلت لحضرتك كده، ان كل ما كانت مثلا على بعد 3 4 5 سنين من الفتره اللي انا بعمل فيها البروشور فده بيديها برضو مصداقيه اكبر. الكانتري، الببليكيشن، مين اللي نشر، البي فاليو، ان انا احط البي فاليو بتاعتي، وشرحت موضوع البي فاليو في الكورس بتاعنا في الكلينيكال ترايل، اتمنى حضراتكم ترجعوا له. وبعد كده بكتب زي ما قلت لك سطرين ثلاثه اربعه بكتير قوي تحت الكلينيكال ترايل، ده هيخلي الموضوع يعني بسيط وسهل. بالنسبه للكواليتي اوف ايفيدنس، احنا طبعا عندنا اعلى حاجه خالص اللي هي الميتا اناليسيز والسيستماتيك ريفيو، ده اعلى نوع من انواع الكلينيكال ترايل. في بعد كده عندنا الار سي تي راندمايزد كنترولد كلينيكال ترايل، اللي هي اللي احنا عارفينها، بنقسم البيشنت لاثنين جروب، ده بياخد الدواء او البراند او الماده الفعاله، والتاني بياخد البلاسيبو. ده يمكن معظم الستايل اللي ماشي بيه الار سي تي. ثم بعد كده بننزل اقل درجه في الايفيدنس بتاعنا زي الكوهورت ستادي والكيس ريس ستادي، يعني دي معتمده طبعا، الكوهورت والكيس ستادي معتمد على ان انا بجمع داتا من داتا ارشيفيه، حاجات بقى حدثت في الماضي غالبا، وبشوف الفيوتشر ممكن يعمل ايه، او ان في عندي داتا بالفعل في الفيوتشر وبدور على الباست بتاعها ايه، الاكسبوجر مثلا او الحاجات اللي تعرضوا لها البيشنت في سببيه المرض ده في الحاضر. فده طبعا يعني كتير برضو من الكلينيكال ترايل المحترمه بتعتمد على الجزئيات ديت، انما مره تانية لو عندي الار سي تي هيكون اعلى بكتير من الكوهورت، لو عندي السيستماتيك ريفيو او الميتا اناليسز هيكون افضل وافضل، لان الميتا اناليسز والسيستماتيك ريفيو انا بتكلم على ايه؟ بتكلم على عدد كبير جدا من الكلينيكال ترايل اتعملت في بلدان مختلفه على نفس التوبيك، وبطلع بالكونكلوجن، فهنا الـ يعني الاعتماديه بتاعتها والمصداقيه بتكون اعلى بكتير. طيب بالنسبه للصفحه الاخيره، اخر صفحه في البروشور المفروض بيكون فيها ايه؟ الستاندرد عندنا ان احنا بيكون في المين سيلينج بوينت، انا بتكلم على البينيفيت او الفيتشرز بينيفيت بالنسبه للمنتجات، والمين سيلينج بوينت اهم الحاجات والاولويات اللي عايز العميل بتاعي يكون عارفها. الانديكيشن، الدوزنج، صوره للمنتج، الباكجينج، وممكن حتى ان انا يبقى في صوره مثلا للشرايط من جوه لو في حاجه عايز اوضحها، او مثلا لو قطاره او دواء شرب او ما شابه، فالمفروض برضو ان انا ايه يعني يفضل ان انا احط شكل العلبه من بره بالاضافه للصوره للحاجه الداخليه. عندنا كمان حاجه مهمه اللي هي الريفرنس، والريفرنس يمكن هنا برضو في ناس بتفضل ان انا احط ريفرنس في كل صفحه لوحديها، يعني مثلا عندي كلينيكال ترايل في الصفحه الثانيه وفي الصفحه الثالثه يبقى يتحط في نفس الصفحه، ده ستايل. وفي ستايل تاني يقول لك لا انا يعني هدي نمبر لكل كلينيكال ترايل وهجمعهم في الاخر في الصفحه الاخيره هيبقى الريفرنس متاح، فده ستايل وده ستايل والاثنين مش غلط. من الحاجات المهمه كمان هي كتابه الريفرنس، احنا عندنا الريفرنس المفروض ان ليها ستايل، يعني عايز اقول اقرب للستايل الاكاديميك اللي اتعلمناه مثلا في الام بي اي وكتابه الايه
الرسالة بتاعت حضرتك، إنما على مستوى اللي يمكن العملي إحنا بنكتفي ببعض النقاط المهمة. إحنا عندنا مثلا الأوسرز اللي قاموا بالكلينيكال ترايل ديت أو كتابتها، بنكتب الأرتيكل، اسم التوبيك نفسه، ونيم الخاص بيه، الجورنال أو الكتاب أو يعني المصدر. بنكتب كمان السنة، لو الكلينيكال ترايل منشورة في دورية معينة فبنكتب الفوليوم بتاعها، النمبر بتاعها والإيشو نمبر والصفحات اللي اتنشرت فيه الكلينيكال ترايل لو هي منشورة في دورية معينة. أحيانا برضو بنكتب الداتابيز يونيك ايدنتيفايرز، زي مثلا موضوع البامب ميد. احنا هنا بنتكلم طبعا على هيئة عالمية كبيرة في الولايات المتحدة لنشر الكلينيكال ترايل ونشر الابديتد مثلا داتا عن الامور الميديكال والدراجز. برضو ممكن نتكلم على الريجستريشن نمبر الخاص بالكلينيكال ترايل، ليها نمبر معينه في الولايات المتحده. فدي الاساسيات اللي موجوده في الايه، في كتابه الريفرنس. يبقى مره تانية احنا عندنا اسم الساينتست او الفيزيشن اللي داخلين في الكلينيكال ترايل اللي اجروها، ثم بعد كده اسم الارتكل توبيك، النيم اوف جورنال او الكتاب او المصدر عموما. بعد كده بنكتب السنه بتاعتها، ولو الموضوع منشور في دوريه معينه فبنكتب الفوليوم والايشو نمبر والبيج نمبرز. واذا متحرك لو منشور في هيئه من الهيئات المعروفه زي بامب ميد او غيرها، يبقى احنا ايه، بنكتب برضو الاسم. تعال نشوف كده بعض الاكزامبلز. بص هنا حضرتك، ادي هنا مثلا الاوسرز، وخلي بالك ان اتقال هي اتقال دي اختصارا لان انا ما اكتبش عدد كبير من الاوسرز او الساينتست اللي داخلين في كلينيكال ترايل. نفترض الكلينيكال ترايل دي داخل فيها مثلا 10 ولا 7 ولا 15 واحد، انا مش هكتب بقى اسم واحد واحد، لا انا ممكن اكتفي ان انا اكتب اسم واحد بس واعمل اتقال او الثاني، واخد بالك الاسامي المشهوره اللي بالنسبه لنا كعلامات يعني في مجال الريسيرش، واخد بال حضرتك. فانا بكتفي باسم واحد او اثنين وبكتب بعد كده ايتقال، وهنا كاتب لك بعد كده الارتكل، ها، سوليد اورجان ترانسبلانتيشن في حالات الاتش اي في انفكتد بيشنت، وبعد كده بيكتب لك الايه، بيكتب لك المصدر بتاعي او الجورنال، ها، اللي اتنشرت فيه والسنه بتاعته والبيج نمبر اللي في الاخر اللي هي مكتوبه من 284 ل 287، ده المقصود، بالاضافه للايه، للايشو نمبر اللي اتنشرت فيه الدوريه دي. في عندنا برضو اكزامبل تاني، دي برضو اسامي الساينتست اللي داخلين في الكلينيكال ترايل اللي قاموا بيها يعني، وادي الارتكل، داز الفلورايد مش عارف ان كذا كذا بريفنت الفيوتشر مش عارف ايه كيرز في الاطفال، وادي برضو المصدر بتاعنا اتنشرت فين الدوريه بتاعتنا والتاريخ بتاعها، والايشو نمبر، ثم بعد كده الصفحات اللي اتنشر فيها اللي هو مثلا من 276 لصفحه 279 اتنشرت فين، فزي ما حضرتك شايف ادي الانتيتي اللي اتنشر فيها، عندنا مثلا هنا البامب ميد، وادي الرقم بتاع الايشو نمبر والكلينيكال ترايل والايه بيسموها الريجستريشن نمبر الخاص بالكلينيكال ترايل. في عندنا برضو مثل ثالث، دي برضو اسامي الساينتست، خدها لحضرتك، وادي التوبيك والمكان اللي اتنشر فيه، الفورس اديشن سانت لويس، وادي برضو الانتيتي اللي اتنشر فيها سنه كذا، ده كتاب، ده بيعبر عن اسم الكتاب. فدي طريقة كده ممكن تسهل لنا شوية كتابة الريفرنس. أتمنى إن احنا نلتزم بإيه، الخمس خطوات دول، أدي الأوثرز، الأرتيكل، اسم الأرتيكل، اسم الجورنال اللي اتنشر فيه أو الكتاب، السنة بتاعته، الفوليوم أو الإديشن، الإيشو نمبر لو موجود، الصفحات اللي اتنشر فيها كلينيكال ترايل أو الجزء اللي حضرتك اخدت منه الاقتباس بتاعك، وفي حاجات بقى اضافيه، حاجات اوبشنال زي ما انتم شايفين كده، الداتابيز يونيك ايدنتيفايرز، الانتيتي بتاعه النشر زي هنا زي ما حضراتكم شايفين كده، الباب ميد، ثم بعد كده الريجستريشن نمبر الخاص بيه كلينيكال ترايل لو انت ايه واخدها بشكل معين.
في برضه عندنا ريفرنس، لو انا واخد حاجه من خلال الـ يعني الـ لو انا واخدها مثلا من ويب سايت او من حاجه ليها علاقه بالسوشيال ميديا او ما شابه. لكن هنا طبعا برضه خلي بالك تبقى متحفظ شويه عشان الكريديبيليتي بتقل، لازم يكون حاجه المفروض ان هي ساينتفك. انما لو اضطريت يعني فانت بتكتب هنا الويب سايت والتفاصيل بتاعته، بحيث ان لو في اي حد عايز يرجع تاني للموضوع دوت وبيشوف فعلا المصداقية بتاعت الكلام اللي مكتوب في البروشور، فيقدر ان هو ايه يرجع لها بسهولة وبالفعل تكون قدامه الداتا. يبقى تلخيصا على اللي احنا قلناه، احنا بنتكلم على ان انا عندي الستاندرد فرونت بيج، بنتكلم فيها على البراند نيم والاكتيف انجريدينت، وبعد كده صورة بتعبر عن المسج بتاعتي او البوزيشننج، سلوجان جملة، الكامباني لوجو، دي اساسيات الفرونت بيج. بالنسبه للصفحات الداخليه 2 و3، لو عندي بروشور بقى اكتر من 4 صفحات، اعمل بروشور 6 او 8، او انا على فكره عملت مره بروشور 12 صفحه، حاجه بسميها كومبرينسيف بروشور، يعني حاجه مجمعه. فممكن ممكن طبعا، ويمكن عملته بفكره ان كل صفحه بتتكلم على جزئيه معينه، برضه ستايل الستوري او الروايه بتاعت المنتج، ان انا بتكلم على الحاجات الاساسيه، بتكلم على الافيكاسي، ثم بعد كده الكومباريزون الافيكاسي مع مولوكيولز اخرى، ثم بتكلم بعد كده مثلا على جزئيه الفاست اونست اوف اكشن، ثم بتكلم على حاجات ليها علاقه بالسيفتي والمرضى الكبار في السن. فكل كلينيكال ترايل كانت في صفحه ومعموله بشكل كانت جميل جدا جدا. فانا ممكن الجا لحاجه زي كده، زي ما قلت لحضرتك لو بتزرع مثلا كونسبت جديد يعني او برودكت جديد. انما العادي مره تانية ان احنا بنشتغل على الستاندرد اللي هي البروشور بتاعي، بيكون الاربع اوجه او الاربع صفحات. يبقى الصفحه التانية والتالتة عاده بيكون فيها ايه؟ بيكون فيها الاجزاء، بقسمها الى اجزاء. كل صفحه زي ما قلت لحضرتك بيكون فيها كلينيكال ترايل واحده او اتنين بالكتير. بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على الحدوته اللي هي بتبتدي على سبيل المثال بالافيكاسي او الكومباريزون، فاست اونست اوف اكشن، السيفتي. شوف انت لازم اولوياتك ايه، لو عندي كونسبت، لو عندي جايد لاين جديد، البريفلنس، ميكانيزم اوف اكشن، حاجات كتيره ممكن تتقال. فانت لازم برضو تشوف انت اولوياتك ايه وتختار. واحيانا بنحذف حاجه مهمه لكن عشان احط حاجه في غايه الاهميه اكتر منها. واتفقنا ان البروشور مدته زي ما احنا يمكن كتبناها المره اللي فاتت، عندك البروشور ممكن يستمر 6 شهور، سنه، سنه ونص، سنتين بالكتير قوي. وبعد كده زي ما حضرتك حاول انك تغير الاجزاء اللي فيه وتجدد. مهم جدا الاوردرنج اكوردنج للبريورتي والستوري كونسيستنسي، الكلينيكال ترايل ويز بريف كومنت. بالنسبه للصفحه الاخيره، الصفحه الرابعه، احنا بنتكلم على المين سيلينج بوينت. بنتكلم برضو ما تزودش قوي عن مثلا نقول 4 5 نقاط، ما تزودش عن كده. بنتكلم على الانديكيشن، اهم الانديكيشن الاساسيه، برضو هنا لازم ادرس طبعا الاي ام اس داتا وايه اهم انديكيشن بيكتب فيها الدكاتره المولكيول بتاعي. بذكر كمان الدوزنج، صوره للبراند، ولو امكن حاجه كمان سواء بقى العبوه الداخليه او الشريط، بالاضافه للجزء الخاص بالريفرنس. برضو انا هنا سايب لحضراتكم مجموعه من الويب سايت الجميله جدا جدا اللي ممكن تساعدني في تصميم بروشور بشكل سهل، وحاجات منها على فكره كمان بتكون فري، زي الكانفا مثلا، كرييت بروشور، البيهانس، الحاجات اللي زي ما قلت لحضراتكم اللي انا بستعين بيها، وغيرها وغيرها بقى من الويب سايت. لكن فعلا الافكار كان انا اخد فكره، عندنا البيهانس وعندنا الشاتر ستوك، عندنا ادز اوف ذا وورلد، انا بنصح بيه الاستفاده من الـ يعني الويب سايت ديت. اتمنى يا رب تكون السيشن مفيده، وان شاء الله نلتقي المره الجايه في جزء كمان مهم في البروشور ديزاين.